كيف الحال؟ استريح الله يحفظك. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في هذا المؤتمر الصحفي بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم يعني حط هذا يعني ولا فنود أن نتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم لحضور هذا المؤتمر الصحفي، والذي سوف نتحدث فيه عن بعض الموضوعات المتعلقة بهذا الحصار والتطورات الأخيرة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقبل ذلك كله نود في بداية هذا المؤتمر الصحفي أن نعلن عن مؤتمر دولي حول معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحق في وصول المعلومة. إن شاء الله خلال الشهر القادم وفي يومي 24 و 25 يوليو سوف يكون هناك مؤتمر دولي حول هذا الموضوع، وطبعا من خلال التعاون أو بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع العديد من شركائها وعلى رأسهم الفيدرالية الدولية للصحفيين. وكما هو معلوم لديكم بأن هناك العديد من المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والعديد من المخاطر التي تواجه الصحفيين حول العالم والعديد من التحديات التي تواجه القنوات في منطقتنا العربية. أضف إلى ذلك هناك كذلك خلال هذه الفترة ومن خلال وسائل الإعلام هناك العديد من الرسائل والعديد من الخطابات والتي فيها نوعا من خطاب الكراهية والتعصب. فنجد أنه من خلال هذا المؤتمر ونجد أن هذا المؤتمر يهدف إلى العديد من تحقيق بعض الأهداف، والتي من أجلها سوف يكون هناك بعض المقترحات وتدارس بعض الموضوعات التي كيف يمكن من خلالها حماية الصحفيين وحماية حرية الرأي والتعبير وما يواجهها من مخاطر. وطبعا سوف يحضر في هذا المؤتمر تقريبا في حدود 200 منظمة حقوقية وإعلامية بالإضافة إلى النشطاء الحقوقيين، وإن شاء الله سوف يعقد هذا المؤتمر في الدوحة في يومي 24 و 25. هذا ما وددت أن أتحدث فيه فيما يتعلق بهذا المؤتمر الصحفي. طبعا سوف يشارك يعني بالإضافة إلى العديد من المنظمات سوف تشارك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص وعلى رأسهم المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير وكافة الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير. هذا فيما يتعلق بهذا المؤتمر. فيما يتعلق ب ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية ومن آخر لقاء معكم،
طبعا كانت هناك جولة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بعض العواصم الأوروبية من لندن وجنيف وباريس وبروكسل، وطبعا كان هناك لقاء في لندن مع منظمة العفو الدولية، وبالفعل كان هناك العديد من التصريحات والبيانات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية، والتي أكدت أنه لا يجب الزج بالأسر في قلب الأزمة السياسية، وكذلك دانت العديد من الإجراءات المتخذة، والتي كان هناك انتهاكات عديدة من قبل دول الحصار خاصة لمواطني دولة قطر والمقيمين في دولة قطر سواء مقيمين من دول مجلس التعاون وغيرها. كذلك كان هناك لقاء مع اللجنة الدولية أو الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين، تحدثنا معهم بأن هناك العديد من الصحفيين الذين يواجهون بعض الإجراءات التعسفية من خلال هذه الإجراءات التي اتخذت ضدهم، وخاصة أن هناك ما يزيد عن 100 صحفي وإعلامي من هذه الدول الثلاث يعملون هنا في دولة قطر. وطبعا هذه القرارات الأخيرة من قبل دولهم أجبرت البعض منهم إلى الاستقالة، والبعض الآخر مهدد بانتهاك حقه في العمل. فكان هناك العديد من البيانات التي أصدرتها هذه المنظمات سواء الفيدرالية الدولية للصحفيين أو حتى نقابة الصحفيين في بريطانيا أو إيرلندا للتأكيد على حق هؤلاء الصحفيين وحق هؤلاء الإعلاميين في عدم ترك وظائفهم وعدم استخدامهم في السياسة، وأن لا يكونوا يعني كرة قدم سياسية. كذلك انتقل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جنيف، وكان هناك بالفعل يعني تفهم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتم إصدار بيان من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفيه قلق وإدانة من قبل هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر وضد الشعب القطري من حصار ومن قرارات تعسفية ومن عقوبات جماعية. أضف إلى ذلك كان هناك لقاء مع قسم الآليات الخاصة، وهو ما يتعلق بالمقررين الخواص، وبالفعل قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الملفات التي توضح الانتهاكات، وهناك تحرك من قبل الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وبعد ذلك كان هناك توجه إلى باريس، وبالفعل تم هناك التنسيق والترتيب مع منظمة اليونسكو، وخاصة عندما نتحدث في الحق في التعليم، حيث أن هناك العديد من الطلبة سواء القطريين أو حتى من الدول الثلاث مهدد في الحق في التعليم، وبالفعل تم طرد بعض الطلبة القطريين من الجامعات وخاصة في الإمارات. فكان هناك تحرك، وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للاعتماد، خاصة أن هذه الجامعات لديها اعتماد من قبل مؤسسات دولية للاعتماد، فلا يمكن أن تقوم هذه الجامعات وبشكل تعسفي وإدخال الطلبة في أزمة سياسية وأن تقوم بطردهم بناء على تعليمات سياسية. فهناك ميثاق شرف، وهناك بعض الإجراءات، وهناك القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تحتم عليهم بأن لا يدخلوا هؤلاء الطلبة في أي صراع سياسي أو أن يكون هناك تمييز عنصري موجه لأي مواطنين. فكان هناك التنسيق مع المؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات مع هذه الجامعات، والتي لم تحترم ميثاق الشرف ولم تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. بعد ذلك كان هناك أيضا زيارة للبرلمان الأوروبي، وبالفعل كان هناك العديد من اللقاءات من بعض البرلمانيين، والذين أكدوا أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن
أن تحدث في القرن 21، وخاصة بأن يكون هناك عقاب جماعي لشعب ومقيمين في هذه الدولة. وكان هناك العديد من اللقاءات، والآن ملف حقوق الإنسان وهذه الانتهاكات موجودة الآن على اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وكذلك لجنة العلاقات مع دول الخليج. فهذا ملخص فيما يتعلق بزيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي إلى بعض العواصم الأوروبية. فيما يتعلق بالموقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحتى الموقف الدولي فيما يتعلق ببعض المطالب التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، طبعاً لن نتحدث في العديد من المطالب. وكما صدر بيان من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك تركيز من قبل اللجنة على بعض هذه المطالب والتي تخالف القانون الدولي وتخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتخالف مبدأ السيادة. فكان هناك بيان صدر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، والذي تحدثنا فيه بأن بعض هذه المطالب تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان على رأسها بعض المطالب المتعلقة ب والتي تخالف قوانين الدولية لحقوق الإنسان والخاصة أو المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. فلا يمكن أن تكون هناك موافقة من قبل المنظمات الدولية ولا حتى المجتمع الدولي ببعض هذه المطالب والتي تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتخالف ميثاق الأمم المتحدة. أضف إلى ذلك هناك بعض المطالب والتي تتعلق بمبدأ أو فيما يتعلق بتسليم بعض المطلوبين، ونؤكد هنا على ما جاء في بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه وطبقا للاتفاقيات الدولية فأنه يحرم أو يجرم تسليم المجرمين الذين قد يواجهوا في دولهم تعذيب أو محاكمات غير عادلة، فما بالك بأن يكون هناك تسليم بعض المعارضين السياسيين وما إلى ذلك. فكان هناك طبعا بيان من اللجنة يؤكد على عدم الموافقة أو عدم الحديث في هذا المطلب، كذلك فيما يتعلق بالتجنيس والذي أكدت عليه كافة المواثيق الدولية بأنه لا يمكن تجريم أو تجريد المواطنين من جنسيتهم. فهذه المطالب الثلاثة التي أكدت عليها اللجنة بأنها تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن هناك تصريحات من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية، ولعل أهمها ما ظهرت به الأمم المتحدة والتي أكدت بأن أي مطالب لابد أن تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تتفق وأن لا تخالف ميثاق الأمم المتحدة. هذا فيما يتعلق بالمطالب. فيما يتعلق بآخر الإحصائيات التي وردت إلى اللجنة، طبعا خلال الفترة الماضية كان هناك وصل العديد من الشكاوي إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصل عدد الشكاوي في حدود 2451 شكوى، كلها طبعا تتعلق بكافة الانتهاكات المتعلقة بأنواع الحقوق. وطبعا من خلال هذا المؤتمر أود أن أؤكد أن هناك العديد من الحالات الإنسانية التي وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويعني لعل أبرزها أنه خلال الأيام الماضية هناك كما هو معلوم بأن هناك العديد من المواطنون القطريون الذين يملكون مزارع وثروة حيوانية في المملكة العربية السعودية أو بيوت، وطبعا برفقتهم
بعض العمالة المهاجرة أو العمالة المنزلية. وللأسف يعني خلال الأسبوع الماضي كان هناك منع من قبل السلطات السعودية لبعض العمالة المهاجرة من الدخول إلى دولة قطر، وطبعا هؤلاء العمال يعني لديهم إقامة في دولة قطر ومرافقين لمستخدمينهم في المملكة العربية السعودية سواء في المزارع أو بيوتهم الخاصة، فعند دخولهم الأسبوع الماضي تم منعهم من الدخول إلى دولة قطر. وطبعا يعني وجود العمالة المهاجرة بدون مأوى وبدون مأكل وبدون يعني أي حتى رواتب، أو فنجد أن هذا طبعا فيه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وانتهاك للعمالة الوافدة، انتهاك لحقوق العمالة الوافدة. وطبعا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حين ورود هذه الشكاوي تم الاتصال بسفارات دولهم سواء السفارة النيبالية أو الهندية أو الباكستانية أو حتى من بنغلاديش، والذي يعني أبلغناهم بخطورة هذا الوضع ويجب أن يكون هناك تحرك من قبل دولهم فيما يتعلق بهذا الشأن. كذلك وللأسف يعني عندما نتحدث عن أو عندما يتحدث أو تتحدث هذه الدول في بيانات عديدة بأن هذه الإجراءات ليست موجهة للشعب القطري أو المقيمين في دولة قطر وأنها موجهة لحكومة دولة قطر، هذا الكلام غير صحيح. كل هذه الإجراءات موجهة إلى الشعب القطري وإلى مواطنين دول مجلس التعاون وكل من يعيش على دولة قطر. فإذا كان يعني إذا كان هذا الكلام يعني في محله فكيف يطرد الطلبة القطريون؟ يعني هل الطلبة القطريون في هذه الجامعات ليسوا من الشعب القطري؟ المرضى القطريون في المستشفيات تم طردهم سواء في المستشفيات في الرياض وحتى في الإمارات العربية المتحدة، يعني هل هؤلاء المرضى من الشعب القطري؟ فكذلك يعني لغاية اليوم يعني هم يتحدثوا أن هناك بعض الإجراءات التي يعني سمحوا للأسر المشتركة بالدخول إلى اليوم، وهناك شكاوي ترد إلى اللجنة يتم منعهم من المركز الحدودي في سلوة، وهناك بعض الإجراءات وبعض التعامل المهين واللا إنساني الذي يواجهه المواطنون القطريين وحتى مواطنون من المملكة العربية السعودية في المركز الحدودي في سلوة. فعندما نتحدث أو عندما يتحدثون أن هناك أن هذه الإجراءات لا تتعلق بالشعب القطري وأن الشعب القطري محل تقدير، هذا الكلام غير صحيح. كل هذه الإجراءات وكل هذه العقوبات هي موجهة للشعب القطري وموجهة للمواطنين دولهم وكل من يقيم على دولة قطر. فإذا كانت هذه الإجراءات ليست موجهة للشعب القطري، لماذا تم طرد الشعب القطري من المملكة العربية السعودية؟ وإذا كانت هذه الإجراءات ليست موجهة للشعوب، لماذا تم طرد مواطنينهم من دولة قطر وصدور العديد من التعليمات لإخلاهم من دولة قطر؟ يعني حتى بعض المواطنين يعني مواطنين دول مجلس التعاون أو هناك يعني حالة وردت إلى اللجنة، مواطن سعودي والده في المستشفى في غيبوبة تم إبلاغه بالتحرك فورا، فعندما أجابهم أن والدي أنه في غيبوبة قال لا بد أن تتحرك فورا. فطبعا هذه الإجراءات عندما يتحدثون أن هناك هذه الإجراءات موجهة للحكومة أو ما إلى ذلك، هذا الكلام غير صحيح. والشكاوي العديدة التي وردت اللجنة تؤكد أن هذه الإجراءات موجهة وهذه العقوبات موجهة للشعب القطري وكل من يوجد على دولة قطر. فللأسف يعني هناك مبدأ في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ بعدم استخدام المدنيين في الصراعات، وللأسف ما تم من قبل هذه الدول الثلاث هو استخدام المواطنين واستخدام الشعوب في هذا الصراع السياسي. فيعني للأسف هذه الدول الثلاث يعني عندما نتحدث في استخدامهم للشعوب يعني لا يقل عن بعض النظم الدكتاتورية والتي استخدمت
بعض المواطنين وحصرتهم في أماكن معينة وتجويع لبعض الشعوب للوصول إلى بعض المكتسبات السياسية. فللأسف يعني عندما اتخذت هذه الإجراءات هي كانت موجهة للشعب القطري، وطبعا يعني كما تعلمون يعني أنه بعد كل هذه التنديدات وكل هذه المخاوف من الأمم المتحدة ومن فوضى السامي لحقوق الإنسان ومن كبريات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي تطالب بفك الحصار والتي تطالب بالتراجع عن هذه القرارات، يظهر مؤخرا سفير دولة الإمارات في موسكو ويتحدث عن عقوبات جديدة. يعني خلال هذه الفترة وخلال هذه العشرين يوم كانوا يتحدثون أن هذه مقاطعة وليست عقوبات جماعية. أمس هناك اعتراف من قبل سفير الإمارات في موسكو ويتحدث أن هناك عقوبات جديدة. اعترفوا الآن أن هناك عقوبات جديدة، وأن أن كل هذه الإجراءات التي مورست على الشعب القطري وعلى المواطنين في دولة قطر ما هي إلا عقوبات جماعية، وهذا تأكيد من قبلهم من خلال سفيرهم في الاتحاد الروسي. ف يعني نتمنى بالفعل من خلال المرحلة القادمة بأن يكون هناك تراجع في هذه القرارات، بأن يكون هناك تحرك دولي لرفع هذا الحصار الجار وهذه العقوبات الجماعية التي تمارس على الشعب القطري وعلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يعني ولا يعني يعني هناك مثال آخر، يعني عندما نتحدث عن التعامل المهين والتعامل اللا إنساني، يعني حتى كل من يقيم على دولة قطر قد يواجه هذه العقوبات ويواجه المعاملة اللا إنسانية. قبل يومين وردتنا شكوى من قبل عائلة أردنية ذهبوا في إجازة إلى المملكة الأردنية، وعند الحد السعودي اللي هو المركز الحدودي في الحديثة المقابل للحد الأردني تم رفض إدخال سيارتهم لأن السيارة عليها اللوحة قطرية، وكانت هناك مناشدة من قبل هذه العائلة واتصلوا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فهذا يؤكد أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الحكومة القطرية، هي إجراءات موجهة ضد الشعب القطري وضد كل من يقيم على دولة قطر. فللأسف يعني أن تكون هذه الإجراءات أو هذه العقوبات الجماعية، والتي طلبنا فيها خلال الفترة الماضية وخلال زيارتنا للعديد من العواصم لرفع هذا الحصار، والتي أكدت عليها العديد من المنظمات والأمم المتحدة، بالإضافة إلى يعني حتى بعض وزراء الخارجية في الدول الغربية سواء الألماني أو البريطاني أو حتى الأمريكي، يعني أكد على أن يعني أن لا بد أن لا تتأثر عوائل مشتركة وأن تحترم حقوق الإنسان في هذا الصراع السياسي. طبعا قبل قليل كنت في لقاء مع بعض السفراء الدول الغربية، منهم السفير الألماني والسفير مملكة السويد وهولندا، وطبعا إن شاء الله سوف تكون لنا زيارة تبدأ من غدا إلى هذه العواصم، وسوف يكون هناك يعني شرح أكثر لهذه الإجراءات وهذه العقوبات ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان وعلى كل من يقيم على دولة قطر. ويعني نتمنى إن شاء الله خلال هذه الرحلة القادمة بأن يكون هناك حشد دولي، والنظر ليس فقط على الجانب السياسي وموضوع الأزمة السياسية، ولا بد أن يكون هناك يعني أخذ الاعتبار في الجانب الإنساني وهذه الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب القطري وكل من يقيم على دولة قطر سواء من مواطني دول مجلس التعاون أو حتى المقيمين في دولة قطر. وطبعا خلال إن شاء الله جولتنا ويوم السبت القادم سوف يكون هناك توقيع الاتفاقية، حيث تم اختيار المكتب المحاماة الدولي، وسوف يتم التوقيع مع هذا المكتب إن شاء الله في جنيف، وهو مكتب عالمي سويسري، وسوف إن شاء الله بعد هذا التوقيع سوف يتحرك هذا المكتب للمطالبة
التعويضات لكل المتضررين من جراء هذا الحصار، وخاصة الذين تقدموا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. طبعاً هذا كل ما أردت أن أتحدث فيه في هذا المؤتمر الصحفي، وإذا كان لديكم أي أسئلة ممكن نفتح باب النقاش. تفضل. تفضل ياس. شكرا. سؤالان. كم من العمال غير القطريين الذين يحملون تأشيرات قطرية وجدوا أنفسهم عالقين في المملكة العربية السعودية؟ هل هناك تفكير في تغيير الجنسية بالنسبة لمواطني تلك البلدان في الإقامة في قطر؟ هناك الكثير من الناس الذين يعانون من وجودهم. هناك قطريون كثيرون لديهم مزارع وجمال، وكل أسرة لديهم اثنان أو ثلاثة من هؤلاء العاملين في البيوت. أعتقد أن هناك العديد منهم تأثروا بهذه القرارات، لكن هناك بعض الحالات وليسوا كلهم أتوا إلينا إلى لجنة وطنية حقوق الإنسان. أعتقد أن كل بيت وكل مواطن قطري لديهم مزارع أو بيوت وتأثروا بهذه القرارات. هذا عن السؤال الأول. السؤال الثاني حول المواطنين أو الجنسية أو حصول. أعتقد أن هناك قانونا ينظم آلية إسناد الجنسيات، وفي الوقت نفسه أعتقد أننا بعد هذا القرار من تلك البلدان ينبغي أن نكون ندرس كل تلك الحالات وسنناقشها مع حكومتنا بخصوص هذه المسألة. في الوقت نفسه المواطنين القطريون لم يتخذوا أي إجراء ضد هؤلاء تلك الجنسيات من البلدان الأخرى. لديهم الحق هنا في الإقامة والعمل والدراسة والبقاء في قطر دون أي قرار بإبعادهم. خلال منصبكم للدكتور عبد اللطيف الزياد الامين العام لمجلس التعاون، وهو من اهم يمكن مهامه اللي هو مجلس التعاون، ونرى انه خلال هذه الفتره خلال الشهر الحصار على دوله قطر مغيب تماما حتى اطلق عليه الامين الغائب. طبعا ان شاء الله فيما يتعلق باسم المكتب، ان شاء الله يوم السبت القادم سوف يعلن عن اسم هذا المكتب، وطبعا هو مكتب سويسري، وطبعا لن نصرح به حتى نوقع معه ان شاء الله يوم السبت القادم. اما فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، لا اود ان يعني نخوض في السياسه، واود ان نركز فقط نركز على موضوع حقوق الانسان. طبعا اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان ومنذ البدايه يعني خاطبت العديد من اللجان والهيئات الحقوقية في جامعة الدول العربية والمؤسسة أو مؤتمر العالم الإسلامي، ويعني للأسف يعني
لم يكن هناك أي ردة فعل من قبل هذه المؤسسات. ويعني مجلس التعاون الخليجي يعني كان من الأولى يعني عندما نتحدث عن أن يكون هناك نزاع أو أي إشكالية بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، هناك طبقاً للنظام الأساسي للمجلس هناك هيئة تسمى هيئة تسوية المنازعات، وهذه الهيئة يعني من المفترض أن هذه هي الدول الثلاث عندما يعني وجدت أن هناك خلاف بينها وبين دولة قطر أن تلجأ إلى مجلس التعاون الخليجي والذي يضم يعني دول المجلس. ولكن للأسف يعني هناك آلية من المفترض أنه تم اللجوء لها، ولكن يعني دعينا نعود إلى الموضوع الحقوقي وهو الذي نتمنى. يعني بالعكس يعني إذا كان هناك إذا كان الأمين العام مقيد في الجانب الإنساني فنتمنى منه التدخل في الجانب الإنساني، أو يعني إذا كان هو مقيد في الجانب السياسي عفواً فنتمنى منها أن يكون هناك تدخل في الجانب الإنساني، وهذا ما طالبنا به العديد. يعني من أول البيانات التي صدرت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالبنا الكافة، يعني كافة المنظمات وكافة الآليات الدولية، وطبعا من ضمنها مجلس التعاون الخليجي. فنتمنى وأن قيب في الجانب السياسي أن يكون له دور في الجانب الإنساني. تفضل. مرحبا يا هلا. إلى أين وصلت شكاوى المواطنين القطريين المتضررين خليجياً مع عوائلهم الخليجيين وشكاوى المقيمين الخليجيين التي تبنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ طبعاً منذ اليوم الأول وعندما يعني استلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الشكاوي هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها اللجنة. وطبعا عندما تحدثنا قبل قليل عن ان هناك اتصال حثيث مع المفوض السامي لحقوق الانسان، وبالفعل اصدر بيان المفوض السامي لحقوق الانسان بان هذه الاجراءات تنتهك حقوق الانسان، وهناك وفد من قبل المفوضيه الساميه لحقوق الانسان ان شاء الله سوف يزور الدوحه قريبا وسوف يزور اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان وسيطلع عن قرب وسوف يقابل الضحايا هذه الإجراءات. وكذلك من جانب آخر تحدثنا قبل قليل أن اللجنة الوطنية سلمت في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب الإجراءات الخاصة، وهو المكتب الذي يتعامل مع المقررين الخواص. أضف إلى ذلك أن إن شاء الله يوم السبت القادم سوف يكون هناك توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة عالمي سويسري، طبعا هذا المكتب هو الذي سوف يتولى بالتنسيق مع جمعية المحامين والعديد من المحامين القطريين هذه القضايا التي وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. تفضل. ثانيا بعض الجهات في دول الحصار تفتقد المسؤولية وتعتقد أو تقول أن كل ما عرفته اللجنة عن هذه الانتهاكات هو مجرد دعاية لا وجود لهذه الانتهاكات أصلا في البداية، وإنها مبالغة من اللجنة في التركيز على وجود الانتهاكات، فكيف تردون على هذه؟ طبعا فيما يتعلق بالمكتب المحاماة، طبعا هو مكتب محاماة دولي له أفرع في العديد من الدول، وطبعا لديه فرع هنا في دولة قطر. وآلية العمل سوف يكون هناك تنسيق بين هذا المكتب الدولي وبعض مكاتب المحاماة هنا في دولة قطر ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبعا لمتابعة هذه الحالات ومتابعة الملفات وطلب التعويضات للمتضررين من هذه الإجراءات التعسفية ومن هذه العقوبات. وطبعا هناك مسؤولية مدنية من قبل دول الحصار في الأضرار التي نجمت عن هذا الحصار والأضرار التي نتجت عن بعض الإجراءات والعقوبات الجماعية. طبعا فيما يتعلق بسؤالك الثاني أن يعني هناك من يتحدث بأن ما تحدثت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجرد دعاية ومجرد يعني جلب لفت الانتباه إلى الحالات الإنسانية. طبعا
نرد عليهم بأن هناك بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يؤكد على الانتهاكات، وهناك كذلك بيان وزيارات من قبل منظمات دولية مستقلة على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch، والتي أكدت بأن هناك انتهاكات تواجه المواطنين والمقيمين في دولة قطر، سواء مواطني دولهم أو حتى المقيمين في دولة قطر، وحتى أن هذه الإجراءات انتهكت كذلك حقوق العمالة. فإذا كانوا يشككون في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يعني ينظروا إلى تقارير هذه المنظمات وينظروا إلى بيانات التي صدرت من المفوض السامي لحقوق الإنسان. تفضل. سؤالي راح يكون عن وقوع بعض الورود اللي كانت قدمتها بعض دول الحصار انها راح تراعي الحالات الانسانيه والاجتماعيه. هل في تباين بخصوص الانتهاكات بين دول الحصار نفسها؟ مثلا في دوله تمارس اكثر او تنتهك اكثر او تسمح اكثر؟ هو للاسف مثل ما تحدثت قبل قليل، يعني هم يعني هذه الدول وهذه البيانات التي صدرت من قبل هذه الدول تؤكد بأن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب القطري، ولكن للأسف يعني الواضح ومنذ اليوم الأول ومنذ صدور القرارات بطرد القطريين وإخلاءهم من هذه الدول الثلاث وكذلك طلب مواطنيهم وطرد مواطنيهم من دولة قطر، يعني الرسالة واضحة بأن هذه الإجراءات وهذا الحصار هو موجه للشعوب وموجه لكل من يقيم على دولة قطر. وطبعا هذه الإجراءات والوعود التي وعدوا بها أنها يعني نظرا للحالات الإنسانية ونظرا لبعض الحالات الإنسانية، طبعا هذه ليست مكرمة من قبل أي أحد، هناك ضغوط من قبل المنظمات الدولية على هذه الدول، وخاصة فيما يتعلق بالأسر المشتركة، ولكن للأسف يعني أنهم حاولوا يعني أن يكون هناك ذر الرماد في العيون وأن هناك إجراءات وأعلنوا عنها. وطبعا المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد في بيانه بأن هذه الإجراءات مبهمة وغير فعالة، وهذا ما تحدثنا به في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وإذا كانوا يعني يتحدثون عن أن هذه الإجراءات لتسيير الأسر المشتركة، هناك حقوق أخرى، ما رأيهم في الطلبة؟ يعني أتمنى أنتم كإعلاميين يعني تسألون هذه المسؤولين في هذه الدول، طب ما رأيهم في الحق في التعليم؟ ما رأيهم في حقوق بعض الأشخاص في الملكية؟ ما رأيهم في حقوق مواطنيهم الذين يملكون شركات؟ ما رأيهم؟ يعني الأمر تعدى الأسر المشتركة إلى كافة الحقوق. فيعني لولا أن هناك تحرك من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولولا أن هناك تحرك من قبل المجتمع الدولي لا استمروا في الانتهاكات إلى ما لا نهاية. فهذه الإجراءات الذين يتحدثون عنها إلى اليوم، ونحن نستقبل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هناك معاملة لا إنسانية في المركز الحدودي. يعني أي مواطن قطري مع زوجته السعودية يعني يذهب إلى المملكة العربية السعودية يجلس تقريبا 3 إلى 5 ساعات، ومعاملة مهينة ولا إنسانية. يعني تخيلوا إحدى الشكاوي التي وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواطن قطري وزوجته اللي تملك الجواز السعودي رايحين للمملكة العربية السعودية طبقا للإجراءات التي يتحدثون عنها، يسألون المواطنة السعودية أعطينا شهادة ميلاد، طب هذا الجواز السعودي معيها أملك الجواز السعودي، يعني ليش تطلب لي شهادة ميلاد؟ تم إرجاعهم من المركز. يعني يتحدثون عن يعني بعض الإجراءات والتي يعتقدون أنها مكرمة، هي ليست مكرمة، هي حق من حقوق الإنسان وحق لكل مواطن خليجي وحق لكافة الأسر بأن تتنقل وأن تقيم هنا في الدولة قطر أو المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات. فهذا ما أود أن أؤكد عليه. تفضل أخي مكي. إن شاء الله بعد ما يتم توقيع الاتفاقية مع طبعاً. نعم طبعاً، يعني هذا الموضوع طبعاً يعني قد تكون هناك يعني
بعض المحاكم الوطنية ذات الاختصاص سواء في هذه الدول الثلاث أو حتى بعض المكاتب أو عفوا بعض المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. هناك بعض المحاكم الوطنية في أوروبا قد يكون لها اختصاص عالمي، وخاصة عندما نتحدث عن مبدأ جبر الضرر وبعض الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. فالخيار مفتوح أمام المكتب المحاماة الدولي لطرق أبواب المحاكم سواء المحاكم في هذه الدول أو حتى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي في أوروبا أو في أي مكان. تفضل. دكتور شايف الجولات اللي تقوم بها دبلة تركز على الحروب، هل هناك أي خطة لزيارة بعض الدول الآسيوية أو أمريكا؟ خاصة الدول الآسيوية عندها خطة كبيرة طبعا مثل ما تحدثنا يعني من قبل بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تلجأ لكافة الإجراءات وكافة الخطط لوقف مثل هذا الانتهاكات. وطبعا زرنا في المرحلة الماضية أوروبا وكان هناك تركيز على المنظمات الدولية والمفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإن شاء الله زيارتنا المقبلة سوف تركز على عواصم بعض الدول الأوروبية، وسوف يكون هناك التقاء بمسؤولين في وزارات الخارجية. وطبعا ان شاء الله فيما يتعلق بالزيارات سواء في امريكا او في الدول الاسيويه سوف هناك تنسيق ما بين اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان وبعض الجهات في الزيارات المستقبليه. ونتمنى قبل يعني بالفعل نتمنى ان يكون هناك يعني مراجعه لمثل هذه القرارات قبل يعني لا تطول المساله يعني. تفضل. طبعا في هذا الموضوع استقبلت اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان العديد من الشكاوى فيما يتعلق بالحق في ممارسه الشعائر الدينيه، وهناك بعض القضايا المتعلقة باسترداد بعض المبالغ. وطبعا هذه كافة هذه القضايا ستكون إن شاء الله مطروحة أمام مكتب المحاماة للنظر في استرداد حقوق هؤلاء المتضررين. تفضل. سؤالي عن وضع في المملكة العربية السعودية. ذكرت نيبال وبلد آخر، هل هناك بلدان أخرى معنية بهؤلاء العمال في البيوت الذين يرافقون الأسر القطرية؟ وعدد تقريبه هل هو 100 200 300؟ عندما نتحدث عن العمال المهاجرين نتحدث عن نيبال، باكستان، الهند، بنغلاديش. All these four countries. هذه البلدان الأربعة. The situation now in. والوضع الآن بالنسبة لهؤلاء العمال المهاجرين أنهم في المملكة العربية السعودية في مزرعة أو في بيت. لأنه ليس هناك تواصل بين المواطنين القطريين مع السعوديين. عندما نتحدث عن تحويل المال لا يمكن. نأمل أن نحل هذه المسألة المتعلقة بالعمال المهاجرين. هل هناك سؤال آخر؟ لا أدري بالضبط ما هو العدد، لكن سوف أتأكد من الجهة القانونية لأن هناك الكثير منهم، لكن كم من الحالات وصلتنا نحن لا أدري. سوف نعطيك الأرقام الصحيحة. تفضل. فقط أتأكد من الموضوع، هذه الأعمال اللي تشتغل عند القطريين أو في المزارع السعودية هل منعوا؟ هل طردوا أيضا من داخل السعودية؟ هل منعوا؟ هذا السؤال الثاني، أنت تفضلت وحكيت
أن طلب من الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي أن يتدخل إنسانيا، يعني هل نعتبر هذه دعوة رسمية للتدخل الإنساني في قضايا المواطنين الفقريين وقضايا المواطنين الخليجيين لموضوع الإجراءات التي اتخذتها الإسلام؟ طبعا فيما يتعلق بالعمالة أو العمالة المنزلية، طبعا هؤلاء يعني أي قطري مثلا هم لديهم إقامات هنا في دولة قطر، وهناك مجموعة من القطريين الذين يملكون مثلا مزارع أو ثروة حيوانية أو بيوت، فينقلون العمالة المنزلية معهم هناك ويقيمون كل 6 أشهر يجيبونهم هنا ويجددون لهم طبقا للقوانين والإجراءات المختصة. يعني فبعضهم عندما يعني أتى وخاصة اللي يملكون الثروة الحيوانية تم منع العمالة من دخول دولة قطر، من دخول دولة قطر، وطبعا وجودهم هناك يعني غير قانوني، بدون مأكل، بدون مأوى، بدون مشرب، بدون حتى تحويلات مالية قد تحول لهم. فهذا وضع حرج خاصة للعمالة المهاجرة والعمالة المنزلية. هذا فيما يتعلق بالعمالة. في سؤالك الثاني، طبعا تم منعهم من الدخول، ما هم الان في وضع، هم الان في وضع حرج، هم مخالفين في اقامتهم، وكذلك الحدود السعوديه منعتهم من الدخول دوله قطر. فما ادري يعني اتمنى نسالهم هالسؤال، يعني ايش وضعهم؟ يعني ما عندنا حالات وردت الى اللجنه، بس لا يوجد عندي رقم دقيق يعني بهذه الحالات، ولكن سوف نوافيكم به ان شاء الله. هذا فيما يتعلق بالعمالة. فيما يتعلق بمجلس التعاون، طبعا نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعني ناشدنا كافة المنظمات الدولية وكافة الهيئات والأمم المتحدة والنظام الإقليمي، ويعني بالتدخل لمنع هذه الانتهاكات. وطبعا على ما أعتقد ما شاء الله احنا في يعني في عصر الإعلام، يعني كل كلمة نقولها توصل في نفس اللحظة، والكل ما شاء الله متتبع لهذه الأحداث في دولة قطر. فأعتقد يعني أن الرسالة وصلت، ونتمنى أن يعني كل من يعني لديه القدرة أن يتدخل في هذا الجانب الإنساني فهو مرحب به، قبل أن نتحدث عن يعني دوره الأساسي. يعني آخر سؤال تفضل. طبعا طبعا هناك يعني العديد من المواطنين القطريون الذين يملكون بعض، يعني هناك بعض المستثمرين اللي مثلا عندهم استثمارات في بعض هذه الدول، وبعض التعاملات المالية في بعض الشركات العقارية على أساس أقساط وما إلى ذلك، يعني لجأوا إلى اللجنة قالوا احنا نحاول حتى نحاول نحن ندفع للشركات الالتزامات اللي علينا. لا يوجد هناك حتى العمالة يعني في هذه الدول، يعني ممنوع انك تحول لهم فلوس او تستقبل منهم فلوس، هناك عقوبات على من يتعامل مع دولة قطر. لا لا، قطر يعني لم يكن هناك اي يعني اتخاذ اي اجراءات، بالعكس الامور مفتوحة حتى يعني لمواطنين هذه الدول، يعني المنع من هذه الدول المحاصرة. اخر سؤال اخ عبد القادر، اخر سؤال عندي ارتباطات. تحدثت عن الصمت في مجلس حقوق الإنسان، أين في صمت الجامعة العربية في لجنة الإنصاف الجامعة العربية؟ ما تعرف؟ والله إحنا يعني مثل ما تحدثت قبل قليل، هناك يعني خاطبنا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، خاطبنا لجنة حقوق الإنسان العربية التي تسمى يعني لجنة الميثاق، ويعني هي من الأولى أن تكون لجنة مستقلة، ومن مجموعة من الخبراء المستقلين والذين لا بد أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه. يعني حتى الهيئة المستقلة اللي تابعة لهيئة المؤتمر أو منظمة المؤتمر الإسلامي، ف يعني هناك يعني مخاطبة لهم، ولكن للأسف يعني لم يكن هناك يعني أي تحرك من 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 جانبهم. شكرا، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لكم.